فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نسي الإنسان قراءة الفاتحة وتنبه قبل الركوع بعدما قرأ سورة من المفصل، فهل يقرأها ثم يعود ليقرأ سورة من المفصل، أم يجوز التقديم والتأخير في هذه الحال؟ يقرأها ويقرأ بعدها ما تيسر، يقرأها ويقرأ بعدها ما تيسر، لأجل يأتي بالركن، يأتي بالركن في مكانه وهو القيام، ما فات. أما لو ركع فات الركن في هذه الركعة فتبطل، تكون الركعة التي بعدها تقوم مقامها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.